نظرا لتواصل موجة الحر التي عمت العديد من ولايات الوطن، سجلنا لليوم الثاني على التوالي أرقام قياسية جديدة وتعتبر تاريخية. اليوم الاثنين 15 جويلية على الساعة 3:15 بعد الزوال، بلغت ذروة الاستهلاك 18756 ميجاوات. مرة أخرى استطاع سونيغاز ضمان التأمين المحلي مع مواصلة عملية التصدير إلى دولة تونس، وذلك نتاج الاستثمارات الطاقوية التي وضعتها سونيغاز، سواء كانت في سلسلة الإنتاج أو النقل الكهرباء وحتى توزيع الكهرباء.